بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة من الله دائما وأبدا نستعين. أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. من هنا من على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية، درة الميادين الخليجية، وفي هذه الأمسية، في هذه الأمسية التي تسبق الأمسية الأخيرة على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله، هذه الأمسية التي تسبق يوم الحدث، هذه الأمسية الكبرى التي تضم هذه الشعارات وتضم هؤلاء الملاك الذين جاءوا من أجل الانتصار، الذين جاءوا من أجل إثبات الوجود. انطلق على بركة الله شوطنا التاسع الخاص بسن الحيل من مسافة 8 كيلومتر، أبدا مع مقدمة الأسماء لكي يتابع من تحتل المركز الأول في هذه اللحظات. صيته يا صيته، صيته مع المركز الأول، وناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم لنا صيته على المركز الأول، بينما المركز الثاني أجد الوصول مع وجنة هي الحاضرة والمتقدمة، حيث تتقدم بشعار علي بن حليس بن سعيد بن حميد العفاري مقدم لنا انطلاقة وجنة على المركز الثاني. الدور والنقلة إلى المركز الثالث ليتابع القدوم، ليتابع الوصول مع سحابة وممثل معيذر حمد بن غانم بن سلطان الهدي في مقدما لنا انطلاقة سحابة وتحديات سحابة وحضور سحابة وشعار سحابة على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع الوصول والانطلاق مع قيادة في هذه اللحظات، من تتقدم على المركز الرابع؟ قيادة العائدة ملكيتها لمحمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري مقدم لنا قيادة على مستوى رابع الأسماء. النقلة والانتقال إلى المركز الخامس لأتابع شعار الصعب، لأتابع راعي صعايب من يتقدم في هذه اللحظات مقدما لنا انطلاقة أسياد. أسياد يا أسياد وأبناء مرغم ينطلقون في هذه اللحظات. صعب مرغم يتقدم، محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مقدم لنا أسياد على مستوى المركز الخامس. هكذا هذا هو النداء الأول، قد أتممناه على مسامعكم، ومن هنا تحول هنالك إلى المركز الأول، إلى من غيرت، إلى وجنة، وجنة وصيتة، صيتة ووجنة، هذا الثنائي الذي يغير شيئا فشيء، ولكن وجنة بقيادة علي بن حليس بن سعيد بن حميد العفاري مقدم لنا وجنة، مقدم لنا شعاره على المركز الأول، صيته على المركز الثاني. صيته يا صيته يا صيته يا صيته، تتقدم بشعار الأنيق، تتقدم بشعار كينج السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم لنا انطلاقة صيته، ويقودها في عملية التضمير المغامر الذي يعرف طرق الإنجازات ويعرف طرق النواميس وطرق الرموز دائما. سعيد بن بطي الزعبي مقدم لنا انطلاقة وتحديات صيتة على مستوى المركز الثاني. الدور المركز الثالث لأتابع سحابة، سحابة في هذا اليوم الكبير، في هذا
اليوم الذي تكتسح فيه السحاب سماي أرضية ميدان التحدي. تتقدم سحابة في هذه اللحظات لتنطلق بشعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي ممثل معاذر الدائم، ينطلق في هذه اللحظات مقدم لنا سحابة على المركز الثالث. النقلة إلى وين؟ النقلة إلى وين يا راعي صعايب؟ هنا أسياد ومحمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي مقدم لنا أسياد وشعاره الكبير وشعاره الخطير أبناي مرغم وصعبها. تتحرك في هذه اللحظات بانطلاقة أسياد على المركز الرابع. الدور دور المركز الخامس لأتابع لأراقب بلدنا. مرحبا ببلدنا ومرحبا بشعارها الحاضرة والمتواجدة على المركز الخامس. من غيرت في هذه اللحظات إلى المركز الرابع؟ الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مقدم لنا بلدنا على المركز الرابع. هنا تنطلق بهذا الجمال، هنا تتقدم ما شاء الله وتبارك الله. العودة وين يا اخواني؟ وين العودة الى من غيرت مجريات الامور؟ العودة الى سحابة، سحابة يا سحابة، سحابة مع المركز الاول وحمد بن غانم بن سلطان الهديفي مقدم لنا انطلاقة وتحديات سحابة بشعارها الكبير، بشعارها الذي طالما اعتاد الجماهير على انتزاعه للرموز في كل الميادين. هذا الشعار الكبير الذي قدم الأسماء الكبرى، الذي قدم الأسماء التي لا تنسى في ذاكرة التاريخ. تتقدم سحابة على المركز الأول حمد بن غانم بن سلطان الهديفي مع صدارة هذا الشوط، مع صدارة هذه الانطلاقة. المركز الثاني وجنا، وجنا يا بن أحليس، وجنا يا العفاري، وجنا علي بن أحليس بن سعيد العفاري. من السعيد يا بن سعيد؟ من السعيد في هذه الانطلاقة؟ من السعيد يا بن سعيد في هذا التحدي الكبير؟ المركز الثالث بلدنا يا بلدنا، تتقدم على المركز الثالث ناصر بن عبد الله المسند مقدم لنا انطلاقة بلدنا. هذا الرجل الذي اعتاد على انتزاع واكتساح السيوف في كل المهرجانات في كل الميادين، لا بد من ظهوره، لا بد من حضوره. يتقدم على المركز الثالث مقدما لنا انطلاقة بلدنا وانطلاقة صيته. من الجانب الآخر على المركز الثالث والرابع غير وانتقل من المركز الرابع إلى الثالث. هنا تنطلق صيتا من الجانب الآخر بانطلاقة شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع وصلت قيادة يا قيادة، لمن القيادة ولمن السيادة؟ لمن الريادة في هذا الشوط مع هذه الأمتار؟ محمد بن خليفة بن راشد بالهول المهيري. المركز الخامس مرحبا بالواثق، مرحبا بأبناء مرغم يتقدمون مع انطلاقة بابل. بابل 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 بابل، وكأنهم يرددون كل الطرق تؤدي إلى مرغم، كل الطرق تؤدي إلى مرغم بانطلاقة وتحديات بابل. على المركز الخامس حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يقدم لنا بابل على المركز الخامس. ولكن وين؟ وين يا سحابة؟ وين يا
سحابة سحابة على المركز الأول حمد بن غانم بن سلطان الأهدافي يقدم لنا سحابة ينثر في هذه اللحظات إبداعاته وتميزه ولكن صيته مع المركز الثاني مع المركز الثاني وشعار الأنيق شعار كنج السيوف ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند 800 متر الأخيرة صيتا مع المركز الثاني بلدنا مع المركز الثالث ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند بابل يا بابل حمد بن راشد بن غدير وكذلك شعار بن مانع يتقدم على المركز الخامس ولكن صيتا وسحابة والأمتار الأخيرة الأمتار النهائية ما بين الهدافي ما بين المسند أمتار الكبار أمتار العمالقة أمتار الصمود يا الهدافي روح مقدم لنا سحابة مع المركز الأول مع الأمتار الأخيرة أبناء معاذر أبناء الخور من الجانب الآخر ولكن الأمتار الأخيرة ما بين صيتة ما بين سحابة ولكن صيتة الأمتار الأخيرة وخط النهاية يرحب بصيتة وشعار صيتة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند كنج السيوف ينتزع هذا الشوط لصالح هذا الشعار تهانينا للمغامر الذي دائما ما يقود هذا الشعار إلى منصات التتويج سعيد بن بطي الزعبي من قدم لنا صيتة المركز الثاني سحابة حمد بن غانم بن سلطان الهداف المركز الثالث كان الوصول مع مهمة لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي المركز الرابع بابل حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتب المركز الخامس وصلت بلدنا لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند إذا تهانينا والناموس لمالك صيتا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والتهاني موصولة لسعيد بن بطي الزعبي 12 دقيقة 18 ثانية و74 جزءا من الثواني سلام يا صيتا السلام سحابة من جاءت في المركز الثاني حمد بن غانم بن سلطان الهديفي 12 دقيقة و 19 ثانية و24 جزءا من الثواني بينما جاءت في المركز الثالث مهمة لمانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي 12 دقيقة 21 ثانية و31 جزءا من الثواني تهانينا والناموس لجميع الفائزين شوطنا القادم ينطلق وبصوت الزميل الكريبي بن جابر.